Acara kedua adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, segera dibacakan oleh qori kita Ustaz Manarul Hidayat. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن
اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.